السلام عليكم، ازيك يا شباب؟ نكمل مع بعض بقى اخر جزئيه في شابتر الانزيم زي ما قال، ونشرح حاجه وحاجه بسيطه باذن الله. بص يا شباب، في درس اسمه الكو فاكتور اند الكو انزيمز ومساعدات الانزيمات. ايه حكايه الكو فاكتور والكو انزيمز يا شباب؟ كل الناس ركز معايا يا ولاد. الانزيمز يا اما سمبل يا اما كونجيوجيتد. يعني ايه بقى دكتور سمبل؟ يعني كونجيوجيتد سمبل يعني بتتكون من بروتين بس، انما كونجيوجيتد يعني بتتكون من بروتين بارت زائد نون بروتين بارت وجزء مش بروتين. تعال نتكلم بقى. بص، لو جبنا الكونجوجيتد انزيمز اللي هي عباره عن البروتين بارت، البروتين بارت ده بيبقى اناكتف وبنقول عليه كلمه ابو انزيم. طب عشان يبقى اكتف يا دكتور لازم يعمل ايه؟ لازم اضيف عليه الميتال ايونز اللي هو البروتين بارت المعادن. ساعتها الانزيم بيبقى اسمه هولو انزيم، وساعتها بيبقى ايه؟ بيبقى اكتف. اقول لكم حاجه بقى، البروتين ده عامل شبه العربيه. العربيه ما تشتغلش غير لما تحط فيها المفتاح بيشغلها ويبقى اكتف. يبقى الكو فاكتورز هي الميتال ايونز اللي بتعمل اكتيفيشن لمين؟ للبروتين. بقسم يا ولاد الكو فاكتور لعيلتين، كو سبستريت وبروسيست جروب. ايه كو سبستريت وايه بروسيست جروب يا دكتور؟ كو سبستريت يا ولاد عامله شبه المفتاح، نفس المثال اللي قلت عليه. المفتاح يخش في العربيه شغالها، طب لو مش عايز العربيه تشتغل اشيل المفتاح منها، يبقى بيبقى لوزلي اتاتش، بيبقى رابطه ضعيفه نون كوفيلنت، رابطة مش كوفيلنت، يعني بيبقى ترانزيانت، رابطة مؤقتة. إنما في حاجة اسمها بروسيست جروب، دي مجموعة بتمسك في الإنزيم شغال مش شغال هي ماسكة فيها، يبقى دكتور بيبقى بيرمننت أو تايت، تايت بوند، رابطة قوية، بتبقى كوفيلنت وبتبقى فيرمننت. حتى هتلاقوا مثال عندكم يقول لك ذره الحديد او الهيم اللي في الهيموجلوبين او في انزيم اسمه السيتوكروم، او في انزيم اسمه السيتوكروم. يبقى دي كده يا ولاد الكو فاكتورز هي البيتا ايونز اللي بتعمل اكتيفيشن للبروتين، وقسمتها لعيلتين يا كو سبستريت يا ايه؟ يا بروسيس. الكو انزيمز بقى يا شطار عباره عن ايه؟ بص يا ولاد، الكو فاكتور كانت ميتا ايون معادن، الكو انزيمز عباره عن مواد اورجانيك، يا فيتامينز يا مركبات مشتقه من الفيتامينز، كومباوندز ديريفد فروم فيتامينز، مركبات مشتقه من الفيتامينز. طب يا دكتور دي كانت وظيفتها اكتيفيشن، دي وظيفتها شيال، اما هيدروجين كارير شيالين الهيدروجين او اذر جروب كارير. يبقى قسمت الشيالين دول يا ولاد لمجموعتين، مجموعه بتشيل هيدروجين بس، ودي مهمه جدا في الام سي كيو. مين اللي بيشيلوا هيدروجين؟ بصوا ماده اسمها ناد وناد بي، ودول جايين من النياسين، فيتامين اسمه نياسين، وماده اسمها اف ام ال، وماده اسمها فاد، ودول جايين من فيتامين اسمه الريبوفلافين، وماده اسمها الكو انزيم كيو، وماده اسمها اللايبويك اسيد، وماده اسمها اللايبويك اسيد. يبقى دول يا ولاد
اللي اسمه هيدروجين كارير. الناد والناد بي بيجوا من النيسين، والفات والفلافين من الريبوفلافين، والكو انزيم هيومن لايبوليك اسيد. دول شيئين إيه للهيدروجين بس. طب اثر الهجوم، بصوا يا احنا خدنا الشباب بتاعتنا ايه؟ ايه ترتيب الشباب اللي خدناه في المنهج؟ خدنا كربوهيدرات وخدنا فيها حاجه اسمها الدهايد، خدنا الليبد وخدنا فيها حاجه اسمها اسايد، خدنا البروتين وخدنا حاجه فيها اسمها الامايدو. مين اللي بيشيل الدهايد؟ ماده اسمها التي بي بي جايه من الصيامين، صيامين بايروفوسفين. اللي بيشيل الاسايد ماده اسمها الكواش واللايبويك اسيد. اللي بيشيل الامينو ماده اسمها بايريدوكسال فوسفيت اللي هي فيتامين بي 6. فيتامين بي 6 كده يا ولاد. دي الحاجه الثانيه اللي اسمها كو انزيم. كده فاضل لنا سؤال واحد بس في الشابتر ده يا ولاد. السؤال ده هو عباره عن الريجيوليشن اوف انزيم اكتيفيتي، ازاي تتحكم في شغل الانزيمات. بص يا ولاد، ازاي تتحكم في شغل الانزيم يا دكتور؟ كالاتي يا ولاد، يا اما اتحكم في كميته يعني الافيلابيلتي، يا اما اتحكم في نشاطه اللي هي ايه؟ اكتيفيتي. يا في الكميه يا في النشاط. طب في الكميه لو انا عايز ازود الكميه او عايز اقلل الكميه، بتحكم في الكمية في ضلعين، ضلع اسمه السينسز التصنيع، وضلع اسمه الديجريديشن التكسير. ضلع اسمه سينسز وضلع اسمه الديجريديشن. طب السينسز اما ازود التصنيع عملية اسمها اندكشن، او اقلل التصنيع عملية اسمها ريبريشن. بصوا بقى الفروع بس كانت الشجرة بتحكم في الكمية، يا كمية يا نشاط. الكمية تصنيع وتكسير، عايز ازود الكمية زود التصنيع وقلل التكسير، او اقلل الكمية التصنيع يقل والتكسير يزيد. ما التصنيع اما بيزيد يا اما بيقل. طب بيزيد بايه بقى يا دكتور؟ بمواد يا ولاد اسمها انديوسرز. ايه الانديوسرز دي يا شطار بقى؟ كله ركز معايا يا ولاد. امتى السرايكه بتطلع؟ امتى بيطلع اللعاب ده؟ اللعاب ده مهمته هضم الاكل. ولا دكتور لو اكلت يبقى اما لو جبت سبستريت ماده متفاعله اللي هي الاكل، يبقى لو اكلت يبتدي تطلع السلايفه، تطلع الانزيمات الهضمه، او حاجه ثانيه بيظهر فيها السلايفه ولا ريحه الاكل، ماده شبيهه للاكل اسمها جريتشوال سبستريت، ماده شبيهه بالماده المتفاعله. يبقى الانديوسرز يا سبستريت يا جريتشوال سبستريت. سؤال، هل كل انزيمات الجسم ممكن اعملها ريدكشن؟ لا، انزيمات الجسم بتتقسم عندين، يا كونستيتيوتيف يا انديوسابل. كونستيتيوتيف يعني ايه يا دكتور؟ يعني كونستانت ريت. يعني ايه بقى كونستانت ريت يا ولاد؟ معدل ثابت. يعني الانزيمات اللي بتطلع كل مره بمعدل ثابت، والله كلت ما اكلتش، عشت ما عشتش، هي بتطلع بمعدل ثابت، انما الانديوسابل تزيد وتقل مع الانديوسابل. طب الريبريشن، الريبريشن عن طريق حاجتين، حاجه اسمها برودكت ريبريشن، وحاجه اسمها كاتابولايت ريبريشن. برودكت ريبريشن وكاتابولايت ريبريشن. لان في بكتيريا بتجيب الامينو اسيد اللي اسمه هيستيدين وتصنع منه انزيم. يعني الهيستيدين ده بيخش في البايوسينسز بتاع الانزيم. طب بالعقل يا ولاد، لو زودت لك نسبه الهيستيدين ايه اللي يحصل؟ هيزيد تصنيع الانزيم. بس بصوا بقى معايا، لو زودت لك نسبه الهيستيدين زياده عن الحد، اي حاجه بتزيد عن الحد بتقلب للضد، يبقى ايه اللي هيحصل؟ ريبريشن سينسز. يبقى دي ماده بتخش في البايو سينسز باثوي. كتب رايك اللي بينتج يا اولاد ماده اسمها سايكليك ام بي خلال التفاعل.
فتأثر على الإنزيم وتعمل له ريبريشن. يبقى كده انت هبط تصنيع الإنزيم ايه؟ نواتج طاقة اسمها سنتريفيوج. ادي التصنيع يا ولاد الزيادة والنقصان. الديجريشن التكسير. أي مادة يا ولاد يحصل لها تغيير في الجسم تتكسر. شغل الأر بي سيز يا ولاد عمرها كام؟ 120 يوم. الجسم بيعرف إن هي 120 يوم شكلها بيتخطر. يبقى يا دكتور لو حصل لها تغيير تتكسر. طب إيه اللي ممكن يعمل تغيير يا ولاد في الإنزايم؟ السبستريت. إيه ده؟ السبستريت ممكن ترشح الإنزيم؟ طبعًا. ارجع يا باشا للتعريف. ارجع يا باشا لحاجة اسمها الإنديوسد فيت موديل. طب عندك تاني حاجة الميتال أيونز. وممكن كمان هرمونال. بعض الهرمونات بتأثر على إيه؟ على شكل الإنزيم وقصه. كده اتحكمنا في الكلمة. نتحكم في النشاط ثلاث حاجات يا ولاد. حاجه اسمها الستريك، حاجه اسمها كوفيلنت موديفيكيشن، حاجه اسمها ليميتد بروتيوليسيس. حاجه اسمها ليميتد بروتيوليسيس. تعالوا ناخد حاجه حاجه. اول حاجه الليميتد بروتيوليسيس يا ولاد، انا عندي انزيم اسمه البيبسين بيفرز في الاستومك ولكنه بيبقى ايه؟ اكتف اسمه بيبسينوجين. عليه شويه بولي بيبتايدز مغطيين الاكتف سايت. يبقى يوم ما احب اخلي البيبسين ده اكتف اعمل ايه يا دكتور؟ تشيل شويه البروتين الزياده، اقصر البروتين بروتيوليس بس ليميتد للجزء بس اللي هنا عن طريق اتش سي ال. الكوفلنت بروتيوليسيس. الكوفلنت موديفيكيشن، الانزيم ممكن احط عليه مجموعه فوسفات. مجموعه الفوسفات بتبقى عامله زي يا ولاد قلم وعليه لبيسه. قلم وعليه لبيسه، يبقى قلم ساعتها بيبقى ايه؟ ان اكتف. يبقى ساعتها الانزيم بيبقى اكتف. طب عايز يبقى اكتف يا دكتور؟ شيل منه مجموعه الفوسفات. يبقى تعديلات على شكل الانزيم. الانزيم حطيت عليه فوسفيت بقى ينأكتف، شلت من عليه فوسفيت بقى اكتف، يبقى اتحكمت في نشاط الانزيم. الستريك، الانزيم يا ولاد بيبقى فيه مكانين. مكان هنا اسمه الاكتف سايت، الموقع النشط ده ليه في السبستريت. ومكان اسمه الستريك سايت، مكان بيعمل كده يا ولاد، بتمسك فيه الماده. اما تزود او تهبط شغل الانزيم. هل كل انزيمات الجسم ممكن اتحكم فيها الستريك؟ لا، لازم يكون عندهم ايه؟ الستريك سايت. اخر حاجه يا ولاد، لو عندي ماده بتدي ايه؟ بتدي بي، بتدي سي، بتدي دي. ده عن طريق انزيم واحد، انزيم ثاني، انزيم ثالث. لو زادت الماده دي هتعمل انهبيشن على الانزيم الاولاني. يا اما تاثر على الكي ام يا اما تاثر على الفي ماكس. جاوبوا انتوا السؤال ده بقى. مين الانهبيتور اللي بيوقف الكي ام؟ مش احنا خدنا انواع الانهبيتورز؟ يا كومبتيتيف يا كومبتيتيف يا كومبتيتيف. مين اللي بياثر على الكي ام بس؟ الكومبتيتيف. مين اللي بياثر على الفي ماكس بس؟ النون كومبتيتيف. تمام كده يا شطار؟ كده يا ولاد خلصنا شابتر انزايمز وخلصنا الحمد لله موديول الفاونديشن بتاع الترم الاولاني بتاع الفصل الاولى. نلتقي باذن الله الترم الثاني على خير كده مع الماسكوسكليتال والبلاد. والسلام عليكم.